من أخبار الكاراتيه، اتحاد الكاراتيه تلقى إشادات كبيرة من المنتخبات اللي شاركت في منافسات الدوري العالمي اللي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 27 ل 29 يناير الجاري على صالة استاد القاهرة. الاتحاد الدولي أشاد بتنظيم البطولة وقال إن مصر دايما بتقدم نموذج مشرف في ملف استضافة الأحداث العالمية، وكمان مستوى منتخبنا كان حديث كل المنتخبات اللي شاركت على مستوى طبعا المستوى الفني والمستوى العالي اللي ظهر عليه لاعبتنا المصريه في منتخب الكاراتيه. كاميرا ملاعب الابطال كانت متواجده في البطوله وكان ليها العديد من اللقاءات. خلينا نشوف اللقاءات، نرجع نكمل مع حضراتكم. اولا بطوله قويه عالميه، الدوري العالمي من أقوى منافسات الكاراتيه بعد بطولة العالم اللي بيشارك فيها أفضل 30 لاعب مصنف في الدوري العالمي، كلهم أبطال من جميع الدول العالم، مشاركة قوية وفعالة ومنتخبات كثيرة. أولا أبارك الاتحاد المصري على هذا التنظيم الرائع برئاسة الأستاذ محمد دهراوي وعلى جهود الكبيرة في تطوير الكاراتيه في الاتحاد المصري ومجلس الإدارة. الحقيقة شفنا منافسات قوية جدا في نهائيات البطولة، البطولة رائعة جدا في التنظيم والإعداد والأمور الفنية، ألاحظ يعني سلاسة وتنظيم رائع في جميع منافسات القتال والكاتا. نبارك أيضا لمصر وصولهم لست نهائيات وحاصلين على 5 برونز وعندهم 6 نهائيات، لعب بعض النهائيات بعضها حصلوا ذهب بعضها فضة، وبارك لهم، بارك يعني حقيقة الاتحاد المصري والمعالي وزير الرياضة المصري اللي حقيقة يقوم بعمل مميز في دعم الاتحاد المصري للكاراتيه واللجنة الأولمبية. والحمد لله رب العالمين، يمكن أنا مبسوط وفخور بالجهاز الفني اللي موجود معانا وبالمنتخب، اللعيبة عملت اللي عليها وزيادة، لأن طبعا مع كلنا عارفين إن في بعض اللعيبة كان عندها إصابات قبل ما تلعب، يعني عندنا مثلا اللاعب يوسف عماد ده رقم واحد على مستوى العالم، واخد أول عالم، واخد أول أساتذة، واخد بريمير ليج أول 5 مرات متتالية، فبالتالي هو رقم واحد على العالم، فتم إصابته من 3 أسابيع في مباراة خارج مصر في دوري في المملكة العربية السعودية، فطبعا منعته من اللعب، وكذلك اللاعب المصنف رقم 1 على العالم عبد الله ممدوح أيضا تم إصابته بجزع في الرباط الصليبي، وطبعا عنده جراند وينر فبالتالي لازم يحافظ عليه، فاضطر إن هو ينزل ماتش أو 2 بس كده عشان خاطر ياخد الجراند وينر اللي هي الجايزة الأعلى من البريمير ليج. والحمد لله رب العالمين حقق هدفه، ولكن طبعا بعيد عن المنافسة عشان الإصابة اللي موجودة عنده. كذلك علي الصاوي كان في بطولة خارج مصر من شهر ونص وتم إصابة عنده كسر في مشط القدم، وبرضه أدى اللي عليه في الملعب ولكن ما قدرش يكمل عشان الإصابة اللي موجودة، لكن هو نزل عشان يحافظ على الرانك بتاعه. بطبيعة الحال مش فقط الأفارقة ولكن في العالم كله فريق المصري دائما في الصدارة منافسات الإفريقية ولا منافسات الدولية ولا بطولات العالم، يعني دائما في الصدارة مصر. أما بالنسبة للتنظيم يعني تنظيم عالمي وتنظيم يشكر عليه كل يعني السلطات المصرية والاتحاد المصري والسيد على رأسهم السيد محمد الدهراوي وكل الطاقم اللي معاه، نشكره على هذا التنظيم وهذا التمثيل لإفريقيا، ونتمنى إن شاء الله نشوفوا يعني منافسات أخرى هنا في مصر، وإن شاء الله راح تكون. إحنا رانا نعملوا يعني مع الاتحاد المصري كاتحاد إفريقي نعملوا معاه باش تكون هنا منافسات أكثر في مصر إن شاء الله، وبالتوفيق لمصر والفريق المصري واللاعبين المصريين اللي دائما يشرفونا ويفرحوا يعني العرب ويفرحوا إفريقيا. لا الحمد لله أجواء البطولة جيدة، مش أول مرة نكون في مصر، هذه المرة الثانية كمدرب مع المنتخب المغربي. أجواء البطولة جيدة، التنظيم محكم، تنظيم جيد، جمهور المصري رحب بينا كثير، بلدنا الثاني الحمد لله.
صراحة أول حاجة أنا فرحانة بزاف حيت أنا في دولة عربية وليا مصر وكنبغيوهم بزاف كما هما كيبغيونا. وثاني حاجة كانت هذه البطولة شي حاجة زوينة بالنسبة لي حيت حصلت على الميدالية البرونزية. كنبغي نشكر الشعب المصري وكنهدي الفوز ديالي للشعب المغربي وشكرا. الحمد لله. والله طبعا المشاركة لازم تبقى قوية لأن دي أول بطولة بريمير ليج ليا، وطبعا هتفرق كتير قوي في الرانك بتاعي، وان شاء الله ربنا يكرمني في اللي جاي. واحب اشكر كل المدربين اللي كانوا واقفين جنبي، وكابتن هاني مدرب المنتخب، وكابتن اسلام مدربي طبعا، وكابتن احمد، وطبعا اهلي فوق دماغي. بصراحه الاحساس كان حلو جدا، خصوصا ان البطوله هنا عندنا في مصر التشجيع كان قوي. الموضوع برده موتر شويه لان كل الناس دي موجوده وكل الناس دي بتشجعني وبتشجع البلد وكده، بس الحمد لله.